رجعنا لكم بعد الفاصل ومعايا ضيفي كابتن أحمد سراج. ازيك يا كابتن احمد سراج؟ اهلا وسهلا كابتن اسامه ومتشكر على الاستضافه طبعا. ده انت مشرفنا ومنورنا النهارده في برنامجك الناجح، ربنا يكرمك طبعا في تعريفه الجماهير النادي الاهلي ومحبي النادي الاهلي بقطاع الناشئين. يعني كابتن احمد سراج طبعا يعني لعب في ناشئين النادي الاهلي وانا حضرتك طبعا، بس يقول لنا بقى انت بقالك كام سنه كمدرب داخل القطاع؟ يمكن ده 12 سنه، يمكن دي السنه ال 12 ان شاء الله. يمكن انا بدات في اكاديميه نادي الاهلي من اربع قعدت فيها مده اربع سنين، والقطاع دي السنه الثامنه يعني في القطاع. السنه الثامنه ما شاء الله الحمد لله. عرفت انك انت ما شاء الله يعني ثلاث سنين او اربع سنين على التوالي بتاخد كل البطولات مع كل الفرق اللي انت تولتها. كلمنا بقى عن الفرق اللي انت تولتها في القطاع وحرصت معاها كل البطولات. يمكن انا طبعا بدايه بعد الاكاديميه طلعت القطاع ناشئين، يمكن بدات مع اصغر فرقه، يمكن 2003 دي بدايه فرقه. يمكن الفتره دي كنا كويسين، ماشيين كويس جدا في بطوله هي بتتعمل بطوله براعم، بس طبعا البطوله ما كملتش بسبب الظروف الثوره واللي حصل في البلد. بعد كده مسكت في فرقه 97 مدرب مساعد مع كابتن سيد غريب، وبعد كده مسكت فرقه 2000 مع مساعد مع كابتن هشام حنفي، وبعد كده اتجهت فرقه 2000 يبقى بقيت مدير فني. سنه كام بدات بقى تتولى الكلام ده؟ يمكن من 2011 بدات تبقى انت مدير فني وتبقى انت مدير فني من 2012. ما شاء الله السنه دي محقق نتائج يعني مع 2001 مصر كلها بتتكلم عنها. شايف التجربه ازاي مع 2001؟ خاصه ان 2001 صراحه من يعني من اقوى الفرق عندنا موجوده في القطاع. يمكن الحمد لله انت حضرتك يمكن كمان برنامجك بيعرف قطاع الناشئين، يمكن قطاع الناشئين الزاخر بمواهب في النادي الاهلي طبعا، اقوى نادي في مصر، اقوى نادي في افريقيا، في الوطن العربي، يمكن عالميا طبعا حاجه كبيره بنفتخر بيها ان احنا شغالين في النادي الاهلي. يمكن النادي الاهلي طبعا المواهب اللي فيه دايما بتحكم ان انت تحت ضغط، دايما تحت ان انت ما بتتنزلش غير على حاجه واحده بس هي الفوز. ودي حاجات احنا ورثناها زي ما احنا اتربينا عليها. يمكن حضرتك عارف الكلام ده وكابتن النادي الاهلي طبعا عارف احنا اتربينا على الكلام ده، اتربينا على المكسب بس، ما نعرفش حاجه اسمها تعادل او هزيمه. يمكن احنا شفناها على فكره في المباراه الاخيره الاهلي وبيراميدز انتهت 3-2، يعني مع الثواني الاخيره والاهلي متعادل 2-2، شفنا بقى روح الفانيله الحمراء، روح اللعيبه اللي انت بتغرسها دايما في اللعيبه. يمكن دي عاده، بس الحمد لله يمكن كمان الماتش دوت من اقل المباريات اللي احنا اديناها. طبعا الظروف بقى طبعا حساسيه، كان يمكن المباراه متوتره جدا. الدنيا الولاد كنت دايما الحماس دايما وان انا اخليه دايما تحت ضغط. يمكن المباراه كمان كان كلها تحت ضغط من الجو، من اجواء المباراه طبعا، ومن حكام، لكن هي في الاخر مباراه يعني في دوري. يمكن دايما المباراة. كمان الولاد دايما يعني بنتكلم معاهم على اساس ان هم لو كسبانين او خسرانين حتى لو النتيجه وصلت دايما تبقى عندك الحافز ان انت تحارب على اخر دقيقه. وده طبعا في النتيجه يعني احنا اتربينا على كده، فبنحاول نخلي الولاد يوصلوا للمرحله ان هم بعد كده يبقوا طالع الفريق الاول. عايزك تعرفنا بقى يعني باسماء الجهاز، الناس اللي شغاله معاك كلهم. يمكن معانا جهاز محترم طبعا، يمكن بدايه الرئيس قطاع الناشئين طبعا كان فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين. يمكن كاب زكريا حسين مدرب عام. كابتن ممدوح بيد مدرب مساعد. يمكن كابتن احمد ابراهيم مدرب حراس مرمى. كابتن راشد محمد راشد اداري الفريق. دكتور محمود دكتور الفريق. في مدلك ناجح ومحمد فتحي.
عمال طبعا سامح وعم شعبان. يمكن انا بشكرهم اصلا. يمكن كابتن زكريا كمان السنه الثانيه معايا. يمكن ناس محترمه جدا، ناس بيتعاونوا، ليهم بصمه على الفريق زيهم. واحنا دايما احنا اخوات، بنتعامل في النادي كلنا كمدربين يعني. وبتمنى ان احنا نكملها على خير يعني. طيب نروح نشوف دلوقتي تقرير عن مباراه الاهلي وبيراميدز ونرجع تاني. الاداء شكله جيد في الملعب، ان مفيش اداء الخططي يعني. يبدو ان الولاد مشحونين لحاجات كده بتبعد اللقاء عن الاداء الجيد اللي انا اتفرجت عليه. انما في لمحات طيبه اتأدت بشكل جيد. حارس مرمى الاسيوطي محتاج وقت كتير عشان يحرس مرمى. انا بقول دايما الاسيوطي، ما اقولش بيراميدز، بقول الاسيوطي دايما، لان هو اللي انشا المكان، هو اللي عمل كل حاجه. انما بعد كده لما باع بيراميدز، انما الاداء الاهلي عنده هدف. الهدف هو زي ما قال روح الفينه الحمراء، لعبه لاخر دقيقه. واضح ان بيراميدز عاوز يتعادل، وواضح ان عايز يتعامل انه على ملعبه. انما المباراه انتهت بشكل جيد. شفنا هدفين لكل فريق، وضربه الكورنر اللي اتعمل بشكل جيد، والجون اخطا، واخر جون كره في نص الملعب واضح ان هي اتعمل طويله. التمركز غير جيد. انما برضو السن الصغير ده احنا وافقين عليه ان هم يتعلموا من الاخطاء. وانا كنت بتفرج على اساس استمتع بالشكل العام. السيناريو بتاع مباراة بيراميدز يا كابتن احمد، الاهلي اتقدم صح؟ كان 1-0 الاهلي. احنا على طول كنا اتكلمنا عنها. يمكن بدايه المباراه، يمكن بدانا في الشوط الاول، نهينا الشوط الاول 1-0 لينا. بعدين مع بدايه الشوط الثاني بيراميدز جاب هدف تعادل. بعدين اتقدمنا تاني 2-1، وبعدين جابت هدف التعادل. والحمد لله قدرنا في الدقيقه 88 متهيألي او 87 قدرنا نحرز هدف الفوز. تمام. احنا دلوقتي 2001، في طبعا ليهم منتخب مصر مع الكابتن ربيع ياسين. كلمنا بقى عن التعاون مع منتخب مصر وكابتن ربيع ياسين خلال الفتره الجايه. يمكن كابتن ربيع طبعا كابتن مصر، وطبعا من المدربين القريبين من قلبي اصلا. يمكن تم اختيار في حوالي 13-14 لعيب على مستوى في اول معسكر. دي حاجه برضو تحسب يعني للكابتن احمد سراج، وتحسب للكابتن فتحي مبروك مدير القطاع، ان يتم اختيار 13 لاعب. ده عدد كبير طبعا. طبعا حاجه كبيره يعني، الحمد لله يعني. يمكن تم في اول معسكر 13-14 لعيب. يمكن اتمرنوا ونهوب بمباراه وديه. يمكن اتمنى من كل قلبي، يمكن ان شاء الله طبعا قوام النادي الاهلي هو قوام المنتخب. يمكن التعاون بيننا مع كابتن ربيع طبعا، لو في لعيب مميز يقدر يثبت نفسه هو ما شافوش بنقدر نتكلم معاه. في لعيب كان غايب مثلا وبدا يجهز، يبقى التعاون بيننا كابتن ربيع. يعني انت بتكلم الكابتن ربيع وتدي له تقرير عن اللعيبه، ممكن واحد مصاب ورجع بقى. طبعا يعني احنا كلنا مساعدين لكابتن ربيع في 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 كويس في توجيهاته. يمكن تاني حاجه بنعرفه طبعا طريقه لعبنا بتبقى عامله ازاي. هو كمان بيجي بيتفرج على المباريات عندنا، والحمد لله من الناس المعجبه بالفرقه يعني، كويس قوي يعني الحمد لله. عايزينك تعرف بقى كل جماهير الاهلي المواهب اللي في 2001، عايزينك تقدمها كده ابرز المواهب الموجوده. طبعا احنا اتكلمنا عن شادي رضوان، وهسالك دلوقتي يعني بعد الصدى وصحيفه الجاردن اللي كانت عن شادي رضوان، انت يعني بتعامله ازاي خلال الفتره اللي جايه دي؟ خاصه لما بتلاقي لعيب ممكن مميز وبدات الصحافه او الناس تتكلم عنه، ممكن تلاقيه راح في سكه ثانيه. كابتن احمد سراج بعامل شادي رضوان ازاي؟ يمكن في الاول في لعيبه طبعا في فريق 2001 مميزه جدا. تمام. يمكن قول اسماء طبعا حبينا تقول اسماء. بدايه من حارسين المرمى، عندي حمزه وعندي عاصم في منتخب مصر. الاثنين الحمد لله على كفاءه عاليه جدا. في احمد سيد عبد النبي، باك رايت، في مغربي، في هاني، في معاذ يعني، في محمد اشرف الباك ليفت، ده برضك من المواهب. هم كلهم طبعا يمكن مواهب كويسه جدا، مواهب ان شاء الله مبشره للفريق الاول. في طه، في كوكا، في عثمان، في طبعا شادي، في عمر رزق، في عبد الوهاب يعني. يمكن انا سلامه، محمد سلامه. محمد سلامه الباك ليفت. الباك ليفت، وانا يعني بيلعب باك ليفت وبيلعب هاف كمان. يمكن من اللعيبه المميزه، كلهم يمكن مميزين. بخصوص شادي طبعا، شادي من اللعيبه الملتزمه جدا. يمكن احنا كمان الفتره اللي فاتت دي برنامجك ساهم في حاجات كتير قوي في اختيار طبعا. يمكن كان شادي اول حلقه مع حضرتك. يمكن الحمد لله الحلقه كانت جامده جدا. الحلقه
لمعت الولد اكتر، خلت الناس تتفرج عليه كويس. يمكن بنحمد ربنا ان هو كمان تم اختياره يمكن على احسن ما 60 موهبه على مستوى العالم تحت 17 سنه او تحت 18. يمكن هو رقم 20 على رقم 20 على العالم. من 60 موهبه هو طبعا تم اختياره. هي طبعا 20. بتمشي في جريده هي المهتميه بالسن ده في لندن. الحمد لله انا بتمناها. طبعا حكايه شادي طبعا احنا بنتعلم الماضي، يمكن تسليط الضوء والاعلام ان في السن الصغير دي احنا يعني ليها معالجه نفسيه طبعا. طبعا في لعيبه كتير بطلت كوره كده بسبب التعالي وبسبب يمكن انا بتكلم مع شادي يمكن قبل الماتش اللي فات بتاع بيراميدز، يمكن انا صحفيين كتير كلموني ومحررين في مواقع واتكلمت معاهم قلت لهم انا لسه هو ما عملش حاجه للنادي الاهلي. النادي الاهلي كبير، النادي الاهلي هو شادي اختاروه بسبب شعبيه نادي الاهلي في العالم مش في مش 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 عامه. يمكن الحمد لله الولد متفاهم، الولد شادي اصلا من نوعيه كويسه، ملتزم كمان دينيا كويس، ملتزم اخلاقيا كويس. يمكن الحاجات دي انا عجباني فيه، يمكن بتكلم معاه كتير ما تركزش في الكلام دوت، ما تحاولش تركز غير في تمرينك دلوقتي ان انت تخدم الفريق الاول. ان شاء الله لما تطلع يبقى ليك دور، انت لسه يعتبر لسه ما عملتش حاجه، وده اللي انا لاحظته في شادي وفي اللعيبه كلها يعني. كويس. عرفت ان الكابتن احمد سراج كل مواجهاته امام الزمالك ما بيخسرش ولا مباراه. الحمد لله يا رب دايما يعني. الحمد لله. يمكن انا واجهت الزمالك مره في السويس 4-0 ومره 4-0 او 3-1. كنت ماسك فريق كام ده؟ ال 2000 2000 و3-1 و تالي 2-0 و0-0 حاجه كده يعني. بس انا كمان فرقه الزمالك كمان يمكن فرقه الزمالك يمكن السنتين دول هي اللي بدات تخش في مجال الجمهوريه ومجال القطاع الناشئين. يمكن من فتره زمان كنا بنلعب الفرقه الزمالك المواجهات المباشره معانا الزمالك، لكن الفتره دي بقت قليله جدا يعني. طيب عايزين نعرف بقى علاقه الكابتن فتحي مبروك بالمدربين بتوع القطاع. لا وكابتن فتحي طبعا مدربنا واخ كبير، واحنا بنتعامل معاه كاخ وبنستفاد منه على اكبر قدر. يمكن طبعا هو من المدربين اللي ليهم بصمه في الكره المصريه وحاجه بنفتخر بيها ان احنا شغالين معاه. يمكن دايما بنتعاون مع بعض في حكايه التصعيد اللعيبه للفرق الاكبر. هي انا كنت عايز اكلمك في موضوع التصعيد ده، ان ما شاء الله دلوقتي احنا لما بنشوف فريق ال 99 وبنشوف فريق 97 دايما بياخدوا من فريق 2001 بيتصعدوا، حتى في لعيبه عربي بدر بيلعب دلوقتي مع 97. يمكن امبارح كان في المباراه مع الفريق الاول، الحمد لله مع الفريق الاول في المباراه الوديه. طبعا في ظل ما كان فتحي طبعا هو حلقه الوصل دايما بينسق معانا وبنتكلم معاه سواء في فنيات او سواء في تصعيد لعيبه. والحمد لله يمكن انت دكوام عربي وفي محمد اشرف في ناس بتصعد للفرق الاكبر. في مغربي، في عمر رزق، في شادي بيتصعد. يعني انا بتمناها هي دي تبقى مبشره لكل الفرق. ويمكن كمان انا عايز اتكلم عن القطاع، الحمد لله قطاع الناشئين متصدر لكل البطولات الجمهوريه. احنا عرضناها النهارده يعني ترتيب الفرق كله ما شاء الله، وقلنا دي يعني من احلى اللقطات ان الاهلي متصدر في كل الفرق. الحمد لله ورب دي نعم علينا على طول كده. يمكن السنه ان شاء الله تبقى مميزه لينا، وان شاء الله نحصد كل البطولات القطاع. دايما الكابتن احمد سراج وهو واقف على الخط حتى لو كسبان 5 و6 دايما بيقف وبيوجه. بص يا كابتن انا من النوعيه. قبل بس ما اجاوب على السؤال، ايه رايك في الصوره المعروضه قدامنا دلوقتي؟ كانت في مباراه مصر الاخيره، محمد صلاح وهو واقف بيبص على ناشئ صغير. يعني تحس ان فيها تواصل اجيال وفيها يعني احلام ممكن تتحقق بالنسبه للولد الصغير وهو بيبص على قدوه زي محمد صلاح. وطبعا محمد صلاح قدوه لشباب كتير زيه زي الامثله اللي شرفونا بره مصر. ويمكن عندنا كمان في النادي الاهلي يمكن مجموعة ناشئين بره دلوقتي ان شاء الله يبقى ليهم بصمة كمان. ودايما احنا بنحتز بيهم ونتكلم مع اللعيبة دايما. بيتكلموا عن محمد صلاح. طبعا محمد صلاح، رمضان صبحي، تريزيجيه، كل الناس دي. ويمكن كل دول من القطاع، محمد صلاح قطاع المقاولين، رمضان، تريزيجيه، في احمد حسن كوكا، في عمرو وردة، كل دول من قطاع ناشئين الاهلي. يمكن بنحفز الولاد طبعا، بيبقى الهدف بتاع الاول اللي هو الفريق الاول. بعد كده من خلال الفريق الاول تبدا تطلع عالميا. نشوف محمد صلاح بيشتغل على نفسه ازاي، اجتهد في فتره زمنيه بقى من احسن لعيب، يمكن ثالث لعيب على العالم او احسن لعيبه في العالم يعني. فدايما بحفزهم بالكلام ده.
طب هنشوف معاك دلوقتي لقطه حلوه. شفت اللقطات دي؟ ده محمد ابو تريكه امير القلوب يعني، وهو صغير وهو بقى نجم كبير. عارف مين ده؟ صعب. لو من صورته هو كبير طبعا مش هتعرفه. ايوه طبعا. ده رمضان صبحي. رمضان اه. ده رمضان تزكي طبعا خريجي قطاع ناشئين. اوبا. عارف مين ده؟ طبعا. ده حبيبك طبعًا صح؟ طبعا طبعا. عشرة عمر. كان سيد حفيظ. كان سيد حفيظ. احمد الشيخ. ده احمد الشيخ. صورته صغير مش واضحه خالص. اه. عايزين بقى ابرز المواهب للكابتن احمد سراج اشتغل معاه في قطاع ناشئين وظهرت للنور بعد كده. يمكن اول فرقه طبعا انا كنت مساعد فيها في مواليد 97 يمكن رمضان صبحي. آه. ناصر ماهر، كريم ميدفيد، في دلوقتي المواهب سعداوي، في فرماوي، كان الغندور وعمر رضوان حراس المرمى. يمكن الفرقه دلوقتي اللي بدات تظهر على الساحه، ورمضان صبحي طبعا من 3-4 سنين بدا يتصاعد. وبدا ياخد الطريق النجوميه. يمكن بعدها المفروض المرحله الجايه ان شاء الله، وانا اتمنى لهم كل خير. فرقه 2000 هي الاقرب للدرجه الاولى. فرقه محترمه، فيها مجموعه لعيبه محترمه. يمكن بدانا دلوقتي في الدرجه الاولى بيتصاعد مصطفى شوبير. يمكن في مجموعه كمان بتصاعد مع 97 مع كابتن عادل عبد الرحمن، مجموعه لعيبه كويسه. منهم زياد طارق، فارس طارق، مصطفى الياس، ميدو، دي بردك دول انا مرنتهم. يمكن انا كنت بزعل قوي من كلام مثلا واحد يقول لك الولد دوت تربيت او كابتن ساهم، كابتن فلاني هو اللي عمل. لا، احنا عندنا في نادي الاهلي احنا كلنا كمدربين، مش اللعيب لازم يمر على 3-4 مدربين، 5-6 مدربين. ما ينفعش مدرب واحد هو اللي ساهم في الكلام دوت. صح، هو عدد كبير من طبعا كل واحد بيحاول يلمع نفسه كمدرب. بيبدا يقول لك انا اللي عملت فلان اللي عملت. لا طبعا. كل اللعيب الذكي او اللعيب النجم هو اللي بياخد من كل مدرب حاجه. صح. هو اللي بيستفاد من كل حاجه. مظبوط. هو ده اللي انا بتمناه. يمكن اللعيبه كلها الحمد لله دلوقتي بدات ان شاء الله في الفتره الجايه ان شاء الله هتلمع. يا رب بس يخدموا الفريق الاول اللي احنا كلنا بنشتغل عشان نخدمه يعني. انا قلت حاجه دلوقتي، سؤال الكابتن احمد سراج وانا شفتها بنفسي، وانت واقف على الخط وانت ممكن تكون كسبان 5 و6، دايما واقف على الخط وبوجه وبصح اخطاء. حكايه انا عن نفسي عامه يمكن بدايه ما اشتغلت ببدا ما اسيبش الغلط يعني، في بالذات في المطوشه لازم اصلح في السن الصغير دايما بالذات. مهم جدا. لازم يعني. لازم بتصلح اول باول. ليه؟ الولد دايما بيبقى غلطاته كتير، يمكن في السن الصغير غير اللعيب الكبير. دايما ممكن تسيبه بعد كده بين الشوطين او توجهه بشكل معين، لكن احنا في السن الصغير دايما بتوجه اول باول. تاني حاجه انا زي ما قلت لك كابتن، انا يمكن من نوعيه ما عنديش كسبنا 5 كسبنا 10. احنا بنزرع فيهم ان انت يبقى عندك الروح ديت اللي بنتمناها. يمكن في فرق يمكن شايفها كسبه 1-2 خلاص، يبقى وبعدين بيخش فيها بيبقى خلاص عمل اللي عليه، بيخش بيها في اخر 5 دقائق اخر 10 دقائق من المباراه تلاقيه همد، فتلاقيه تعادل خساره. لا، احنا بنعود ولادنا على المكسب. على الروح ديت، لعب من اول دقيقه لاخر دقيقه، ودي اللي احنا بنتمناها فيهم يعني. تمام. مين الاسماء اللي صعدت يعني خلال الفتره دي او الفتره اللي فاتت من 2001 مع الدرجه الاولى؟ هو السنه اللي فاتت كان في مغربي سيرباك. احمد اشرف. احمد اشرف، عربي بدر، يمكن اتصعدوا مع اتمرنوا مع او لعبوا مباراه وديه مع الفريق الاول. السنه دي بس هو يمكن عربي بدر هو اللي ممكن طلع اتمرن مع الفريق الاول. طلع فتره كبيره. عربي بدر. لكن هم ان شاء الله يبقى بامل من كل قلبي يعني ان اكبر قدر يطلع الفريق الاول. طبعا ده شرف لينا ان احنا بنشتغل عشانه. هنشوف مع كابتن احمد سراج دلوقتي خريطه الاسبوع خلال الاسبوع الجاي، مباريات فرق القطاع هنستعرضها مع حضراتكم دلوقتي. في مواليد 2005 ان شاء الله بكره السبت مركز شباب زينهم والاهلي دوري البراعم. مواليد 2003 السبت برضو 20 اكتوبر الجونه والاهلي بطوله الجمهوريه للناشئين. مواليد 97 السبت الداخليه والاهلي بطوله الجمهوريه للشباب. مواليد 2004 الجمعه الاهلي والشرطه بطوله منطقه القاهره. مواليد 2001 الجمعه 26 اكتوبر الاهلي والاتحاد بطوله الجمهوريه للناشئين. مواليد 2002 22 اكتوبر الاهلي والمعادي واليخت بطوله منطقه القاهره.
مواليد 99، الخميس 25 اكتوبر بتروجيت والاهلي مباراه من العيار الثقيل بطوله الجمهوريه للناشئين. رسالتك بقى لكل ناشئ عندك فريق 2001 ان يتمرن كويس، يلتزم بالحاجات اللي ما تضروش كلاعب. يمكن احنا بنتكلم دايما ممكن اللعيب الكوره عشان يبقى يوصل للمرحله اللي هو عايزها ويتمناها ممكن يتنازل عن حاجه هو بيحبها، ممكن اكل حلوه، خروجه مع اصحاب، ان سهره حلوه، الحاجات دي دايما لازم يحط في دماغه ان هي الحاجات دي مضره، يحافظ على نفسه، ياكل كويس، ما يسهرش، يتمرن كويس، يسمع كلام المدرب، الحاجات طبعا اللي احنا اتربينا عليها بنحاول نغرزها في اللعيبه. والحمد لله الولاد بداوا يتفهموا الكلام ده دلوقتي، بسم الله ما شاء الله. يعني احنا يمكن ترتيبنا الحمد لله طبعا الاول بفرق بعد 8 جولات بفرق 4 بونت عن فريق الجيش هو الثاني، وبفرق 8 بونت عن الحرس الثالث اللي بينافسنا. الحمد لله اقوى خط هجوم، اقوى خط دفاع، ب 30 هدف بمعدل 4 اهداف في المباراه، يمكن اقوى خط دفاع 3 اهداف في 8 مباريات. اتمنى ان احنا نوصل لمرحله ان احنا نخلي الاولاد يبقى عندهم الحافز سواء في الناحيه الهجوميه سواء في الناحيه الدفاعيه، وبتمنى ان هو يطلع يبقى خامه كويسه للفريق الاول. بس ان شاء الله. كابتن احمد سراج شرفتنا ونورتنا. الله يخليك كابتن، ومتشكر على استضافتك كابتن. نشكر كل فريق العمل وفريق الاعداد، محمود شوقي، محمد الصاوي، فاروق صلاح، واحمد رشاد، وفريق الاخراج بقياده المخرج المميز محمد دكروري، وكل فريق العمل اللي معاه. كل ناشئ في النادي الاهلي بيتربى دايما ان النادي الاهلي نادي الوطنيه ونادي البطولات. نشوفكم الاسبوع اللي جاي مع الاشبال.